شريف شريف. لا لا معلش انا مو جاي عود، جاي احكي معك كلمتين او شيء. لك احكيهم على القاعد عود. عم يا ابو ظافر، شو هالحكي اللي حكيه مع بشير عن المقامات والقدر؟ ايه مظبوط، انا حكيته هيك لما طلب بنتي. ايوه طلب بنتك، بتقوم قلت له انه مانك من مقامنا؟ شو بنا ابو سليم، لا تغلط، بشير اكيد مو من مقامي. على راسي عمي، بس نحن عنا بالحاره ما بنحكي بهيك سيره بنوب. ابو سليم انا ما جبت سيره حدا من اهل الحاره الا بشير. بس بشير من الحاره وانا وهو عدايل. ولا قال لي بالاخر شو بدك عمي؟ انا ماني جاي اضيع لك وقتك، هنن كلمتين ويا ريت تفهم علي. اللي حكى مع بشير هذا الحكي رح يجي يوم من الايام ويعير بنتي انه ابوه بياع الفول بالحاره، فهمتني عمي؟ فيا ريت تجبر بخاطري وتبعت ابنك ظافر ياخذ اغراضه ويرمي على بنت اليمين. نحن ما نقبل معه خاطرك. مراد مراد، ابن عمي بتضبي غراض بيت ابو ظافر حتى الذهبات، بس يبعتوا حدا ياخذهم بنت ستيهم بخلقتهم. لك خير قلي شو صاير؟ ولك انت شو بدك شو صاير؟ بتساوي اللي عمل لك عليه وبس. مشان الله والله وقعت لي قلبي، كرمال الله قلي شو في. ولك يا بنت الحلال افهمي علي، بتعملي اللي عمل لك عليه وانت مساكه، فهمتي ولا ما فهمتي؟ لا تزعلي يا أبي، هدول الناس مو شايفين غير مناخيرهم وعاملين اللي فيها مقامات وما مقامات. مشان الله قلي، مشان إذا نسوا على الحارة سألوني ليش فكست الخطبة أعرف شو قلن. سمعتي شو عم بقول لك يا أبي؟ عالم مو شايفة إلا مناخيرها وأنت مرباية على الغالي، برضاي عليكي ساعدي أمك بترتيب الأغراض. شو عم تعملي ولك بهية؟ أنا مو عائلة ما حدا بيقرب على الطبخ بهالبيت غيري. وليش شو فيها إذا طبخت مرت عمي؟ جديدة هالسمعة هي؟ أنا بعرف آكل من إيد مين من كان. أصبح عملي أكل لحالك من يوم وراي. ولك عم ترد جوابي وشي؟ بحب ذكرك إني أنا مرت ابنك ومن حقي إني فوت على المطبخ وأطبخ، والبامية بالموزات اللي عم بعملها عمي هو طلبها مني إني ساويها، وإذا بدك ما بعملها. وقت يجي عمي بقول له كل الحكي اللي قلتي لي إياه. شو قلتي مرت عمي؟ بالله خوفتيني. روحي للعي من هون، فوتي على غرفتك، انا رح اطبخها، ولما يجي عمي رح اقول له مو بهي خانم اللي طبختها. يلا بتضلي مرت عمي واكبر مني وما فيني جاوبك وكسرت راسك كمان. روحي من هون. الله يعطيك العافية. اهلا يا ابو صام. يا عمي بدك يعني ساعد الشباب؟ لا ابي لا، الله يعطيك العافية، دي ما بتصير. بس انا بدي افهم انت وين رحت؟ وين غبت وغطيتي؟ راجع لابس وشك المقلوب ليش؟ رحت لعند ابو ظافر وانهيت القصه بيني وبينه. انا ما بدي اعطيهم البنت. لا خبي ما بيصير، انت عم تفكر بالبنات، مصلحه البنات، قاعد بتكسر بخاطرها. لا عمي ما بكسر بخاطرها. انا عملت هذا الشيء لمصلحتي هدي. ابو ظافر كان عم يعير بشير بالقدر والقيمه والمقامات. بكره حيالله قصه بتصير بين ظافر وبنتي، رح يعيرها فيني. هيك احسن عمي. أحسن إلي ولبنتي. الله يغلبني يا سعيد، أنت المضبوط وأنت الصح، ولا الغلطان ولا المخطي. الله يبعث لك الأحسن والله، أنت المضبوط. الله يقويك. خير يا عبي؟ روح على بيت سعيد وجيب أغراضك. ليش يا عبي شو صاير؟ هيك رجع بكلامه وبطل يعطيك. هيك؟ هيك قال هو مو من مقامنا. شلون يعني؟ شبنا مبينة، يعني هو مو من توبنا. هلا سعيد الفوار مو من توبنا؟ قصده انه قال منا هو
معلوم لازم يبوس ايده بالشقفة انه عطينا الناس بو وناخد من عنده لسعيد الفوار. صافير هلا لا بده يبوس ايده ولا بده يبوس رجله، روح ارمي اليمين وجيب اغراضك. لا تاخذ على خاطرك يا ابي، انا اساسا ما بدي اياها لهي الجوازه، لا تاخذ على خاطرك. تربل من خلتي. امرك يا ابي امرك. لك عود زيك يا ابي وشك على الحمام ورجع سريع مشان تودي اغراض ابو بسام. يلا يلا الله يرضى عليك. ايوه ايوه هات اعطيني الاغراض لشوف. لك شو انت ابوك ما علمك تقول السلام عليكم؟ اوعى اوعى تغلط احسن ما لبسك حلة الفول. ها انت بدك تلبسني حلة الفول؟ والله اللي بشوفك ما بشوف الا دور هاي. شو بدك؟ لا تفتح لها لك انت اللي تعمل. اسمع انت بياض شو هاد؟ شوفوا عمي ابو عصام شوفوا. لا انا ضربك انت بياض. لك مو شايفين حالة هاي ميادي؟ هلا وقته هالحكي. قل له لإله خلصنا ما خلصنا زفير. الله يرضى عليكم اللي بيناتكم تنهوه هلا وهلا عالحارق فهمتوا؟ امرك عمي ابي عصام. مور يا ابي. بتروح مع صورك ومع زافير وهلا هن اثنين حيكونوا محضر خير. محضر شو؟ شلون يعني عمي؟ محضر خير بدنا ننهيها ابي بارضا. خلصنا شو لك عنا من عنا هي قبل هي خلصنا. ماشي ابي اتكل على الله. شريف شريف خليك محضر خير زافير. ها عازه وعوازه هلا ابو سليم ليش منين بصح له عريس مثل زافر لبنته؟ خلصنا فاطمة الجواز اسمه ونصيب. هالسيرة سكري عليها ولا بقيتي تفتحيها نهائيا؟ ليش لحتى ما افتحها؟ لك لازم يبوسوا ايدهم والشقفة انه قبلنا. هلا شو بدي اقول انا لأهل الحارة؟ لا تقولي لهم شي، قولي لهم ما في نصيب وخلاص. قال ما امات ان شاء الله بينقطع لسانه. ما كان ناقصنا الا واحد مثله بهالحارة. ابن عمي لا تزعل مني، بدي ادعي علي. خلصنا بقى سعاد الله، خلصنا ايه؟ حاضر. قول لا مرني عمي بدي اياك تروح انت وبشير على حارة ابو النار مشان تجيبوا طحينات. بدي اياك تعاونوا منيح. في امرك عمي في امرك. هلا زافير امليها من بالك بقى ايمو كبه بقى ولا بعد تعتب علي ابي ما بيستاهل فهمت علي؟ في امرك عمي في امرك. هي الله يرضى عليك عمي. انت ليش قلت انه الحريقه من الكوران؟ لانه الكوران الكوران فهمت علي؟ من القرآن يعني مو من حارتي أول. لكن مين؟ حنعرف عمي حنعرف 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 خدني حنعرف. نصيب لك الحمد لله اللي صار هيك لكن مشان ترجع لحبيبتك بهية نصيبك يلي ما بتبيع ضفرك بالدنيا لحدا. لك يقبرني هالوش الله يخلي لي إياك يا رب. ابن عمي شو رأيك نطلع سيران ومنشم هوا ومنعمل مشاوي؟ سيران؟ ايه ابن عمي سيران ليش لا يعني؟ لك مو حاجة تقبرني اختنقت بالباكة ليل نهار ليل نهار والله أنا تعبت عنك. ايه شو علي؟ راح نطلع سيران غير شكل. لك لا تنقد ايه بسمعوا أهلي. تقبرني على السكيتي على السكيتي على السكيتي. ها شوي شوي